نروح بقى لدول الاتحاد الأوروبي اللي بتفتح أبوابها من جديد أمام السياح اللي بيجوا من دول ذات معدل إصابة منخفضة بفيروس كورونا، وده هيكون في بداية يونيو المقبل بعد انهيار 70% من قطاع السياحة في أوروبا وخسارة حوالي 11 مليون وظيفة في عام 2020. أعلنت المفوضية الأوروبية عن الموعد المحدد عن خطة لتخفيف القيود على السفر الترفيهي لفصل الصيف داخل الاتحاد الأوروبي، هو ما سيجعل الأجانب يتمكنوا من دخول الدول، نتكلم هنا عن الدول اللي فيها معدل الإصابة منخفض، للدخول إلى باقي الدول الأوروبية. للمزيد معانا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز. خالد من فرنسا، برحب بيك. ومعانا كمان عربي مرزوق من برلين، برحب طبعا بزمايلي. ونبدا مع زميلي خالد شقير. خالد، الوضع عندك في فرنسا ازاي؟ تم استقبال هذا الخبر خصوصا انه يمكن الدول الاوروبيه ومنهم فرنسا بيعانوا بشكل كبير جدا من يعني فيروس كورونا وارتفاع عدد الاصابات؟ صباح الخير زميلتي خلود ليكي وللزميل عربي ولكل السادة المشاهدين. بالطبع فرنسا هي الدولة الأولى في العالم من حيث استقبال أعداد للسياحة، السياحة تعتبر هو المصدر الثاني بعد الضرائب بالنسبة للاقتصاد الفرنسي. الحقيقة تم التحرك هنا في فرنسا على مرحلتين، المرحلة الأولى هو الاعتماد على السياحة الداخلية، عفوا الاعتماد على السياحة الداخلية، وأيضا بعد السياحة الداخلية خلود هناك هذا الخبر الصار وهو الخاص بانخفاض الأعداد التي بدأت تظهر في الأفق هنا في فرنسا. إذن بداية تعتبر جيدة جدا بالنسبة لانخفاض الأعداد اليومية في الإصابة، هذا ما أعلنه أوليفييه فيران. أما فيما يخص الدول التي سيسمح لها بالدخول فهي بالطبع خلود الدول التي تسجل أعداد غير كبيرة بالإصابات بفيروس كورونا، والاتحاد الأوروبي الحقيقة حاول تنظيم هذا الأمر و يعني فرض بعض من الشروط، أهم هذه الشروط أيضا الحصول على الجرعتين بالنسبة للمصل أو اللقاحات، وهذا تفاديا للمتحور الذي يمكن أن يتسبب في الإصابة من جديد. إذن مثلا السلطات الصحية في فرنسا ورئيس الوزراء جان كاستكس كان قد زار في الأسبوع الماضي خلود الكثير من المطارات، أهمها مطار رواسي شارلي ديغول. ولهذا كل ما يحدث الآن هنا في فرنسا هو عملية إجراءات استثنائية واحترازية لعدم تفشي الوباء مرة أخرى، وبالنسبة بعد انتهاء طبعا الموجة ثالثة خلود. طيب ايه الاجراءات اللي يعني بيتم اتخاذها في الوقت الحالي للوقايه من فيروس كورونا؟ وهل في اقبال من المواطنين هناك في فرنسا على تلقي اللقاح؟ بالتأكيد خلود، أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران بأن الوضع الوبائي أو الأعداد بدأت تتناقص بنسبة تتراوح من بين 20 لـ25%، خبر جديد الضوء الخافت الذي كان يظهر في نهاية النفق الذي تحدثت عنه الحكومة الفرنسية والسياسة التي استخدمتها الحكومة الفرنسية والرهان الذي راهن من خلاله الرئيس إيمانويل ماكرون بدأ بنتيجة، وهذه النتيجة تظهر في الأفق نتيجة لشيئين هامين جدا. الشيء الأول خلود هو أن الالتزام الفرنسيين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وأيضا زيادة عدد الذين يتم تلقيحهم. فرنسا حتى اليوم وصل عدد الذين أخذوا الجرعة الأولى 16 مليون 444 ألف حتى
الأمس، أما الذين حصلوا على الجرعة الثانية أو الجرعتين فهم حوالي 7 مليون فرنسي. إذن هذه الأخبار الجديدة تأتي نتيجة أو الجيدة أو الجميلة تأتي نتيجة للالتزام الفرنسيين من جهة وبارتداء الكمامات والبقاء على الإجراءات الاحترازية. من المعروف خلود أن الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية كانت قدمت خطة عبارة عن 4 خطوات. دخلت الخطوة الأولى في اليوم الاثنين، والخطوة الثانية ستكون في 19، وهو السماح من خلالها لفتح الساحات الخارجية للمطاعم والحانات، وأيضا فتح بعض من دور الثقافة والمتاحف ودور السينما والمسارح. وكان هناك الحقيقة 8 قطاعات أو مناطق في فرنسا فيها أعداد تفوق 400 على كل 100,000 مواطن. والحقيقة بالأمس تم إعلان خبر جميل أيضا وجديد ومفرح بأن هذه المناطق جميعا بدأ العدد ينزل إليها إلى أقل من 400. إذن التطعيمات مستمرة في ارتفاع كبير جدا. فرنسا تريد أن يصل عدد المتطعمين أو الذين حصلوا على التطعيمات إلى 30 مليون في نصف شهر يونيو القادم. إذن أيضا فرنسا تراهن على التزام الفرنسيين. الفيروس يكون في الأماكن المغلقة، الأماكن المفتوحة منها مثلا منطقة ألب ماريتيم بدأت بالسماح بخلع الكمامات، ولكن هذا على الشواطئ وفي الأماكن وفي الحدائق العامة وفي الأماكن المفتوحة، حيث أن نسبة انتقال العدوى في الأماكن المفتوحة قد تكون منعدمة تماما إلا في حالة الازدحام والازدحام الكبير. إذن اليوم أزف خبر جميل من هنا من فرنسا بأن تحسن الوضع، ولكن هذا التحسن جاء نتيجة هامة جدا للالتزام الفرنسيين من جهة بالإجراءات الاحترازية وأيضا البدء في تسريع وتيرة التطعيمات. خلود، شكرا لك زميلي خالد شقير، بشكرك على كل هذه التفاصيل وأنك طمنتنا على الوضع الوبائي هناك في فرنسا والإصابات في النازل، وده من الأخبار الجيدة جدا.